لا، كنت ضحية شادو موث ثانية، صحيح؟ أتمنى أن تكون آخر مرة يا سيد رامييه، لكن لا يمكنني أن أفعل هذا. من قال هذا؟ رينا روج؟ ركزت على دورك كحارسة فنسيت أنك ما زلت الدعسوقة. وجدت شيئا في الكتاب؟ لا، لم أجد شيئا. ماذا لو لم تكن القواعد في كتب التعويذات محدودة بما تعلمه حراس ميراكيلوس حتى الآن؟ مما يعني إذا كانت قوتي هي قوة الصنع؟ نعم، اصنعي، حدودك تضعينها لنفسك. ملابسك، وما هذا؟ إنها تعويذة سحرية. سيد رامييه، احتفظ بهذه معك لتحميك من المشاعر السلبية. واو، أهذا يعني أن شادو موث لن يثير غضبي بعد الآن؟ أتسمعون يا أصدقائي؟ لن نعود ثانية أشرار باريس. نجحنا. إن تلك الفتاة حقا مبهرة.